جديد ايش بدي خلصتك احنا مناشده الاخ يلعب تمرين بالقاعه وكل ما ينزل ياكل له نص دجاجه وماعون تمن المن متمرن المن هذا بس المن متمرن يلتزم ولا احنا والله نلعب حديد اول من ملتزم غير ينزل هو صعد زين ايش ياكل هو ورا التمرين نص دجاجه وماعون تمن بزل ملتزم هو ملتزم عود اذا ما ملتزم دجاجه اول ما ينزل من القاعه يتمرن اول ما ينزل يطلع ياكل لفتين ثلاثه هاي اول ما ننزل يعني بعدنا ما رايح اللي نفتر لي شويه هيك على الكرسي على الكاميرا اي زين لا خليك باقي ما الاتهامات عليك زين وبعدين ايش ياكل ورا اللفتين الثلاثه يرجع للبيت ياكل لو نطلع للفضل ياكل نص دجاجه بوحده هاي عود مسوي رجيم ونص دجاجه اذا ما سوى رجيم شو يسوي؟ هو ياكل دجاج شاف الكابتن مره نزل من القاعه شاف ياكل غطي وجهك غطي هاي الاتهامات شو تقول عليها؟ والله شو اقول لك؟ وزنه 115 سفر هنا بعد 18 سنه ما طاح وزنه 115 ايش تفطر ايش تفطر؟ ابعفى ابعفى ما صوم زين وليش ما يصوم؟ هو يضرب دجاج شو يصوم؟ دجاجات اربعه ايش يصوم؟ شنو بطحل؟ بالتوفيق مناشده للكابتن مالته ينزل ما يربطه بزنجل بالقاعه عمو تاكل ولا شرب بعد من نغاد مناشده اردن طيهان بعد من نغاد شكرا لك شكرا لك